هنتكلم يا دكتور عن فكره الربط الكهربائي، وحضرتك كنت بتشرح انه عندنا 5 خطوط لعمليه الربط، شرحت 4 ويبقى لنا خط. الخط الاخير اللي هو خط السودان. 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 جنوبا بقى. جنوبا، عشان كده احنا ربطنا افريقيا في العمق عن طريق السودان، والسودان برضو بتاخد 300 ميجا وهترفع ل 2 جيجا يعني ل 2000، يبقى احنا كده رابطين اوروبا عن طريق شمال افريقيا من جبل طارق، ادي واحد، ربطناها عن طريق الاردن لو ربط مع تركيا، وعندنا خط خاص باوروبا من الكابل البحري، وربطين مع دول الخليج بالكامل مع السعوديه، وده 2-3 جيجا، وربطين من في قلب افريقيا ب 2-3 جيجا. ورحنا كمان في قلب افريقيا اكتر، يعني وصلنا تخطينا السودان واثيوبيا، رحنا تنزانيا كمان، مصر بتبني هناك. ما حضرتك احنا بنستفيد هنا بقى في جوليوس نيريري. ايوه، احنا في خط ربط قوي بقى، ان احنا بنستفيد كمان من الطاقه الكهربائيه المائيه اللي موجوده في قلب افريقيا، ان احنا ممكن ناخدها ونوزعها في حته ثانيه. ده من الخط المساعده رأيه. كمان في عمليات التنميه للدول الافريقيه، والحمد لله مصر لها اليد العليا لحد دلوقتي في الاماكن دي كلها الحمد لله ما شاء الله. طيب لو جينا على المكاسب الاقتصاديه اللي حضرتك تفضلت بشرحها. الاقتصاديه دي تجاره لا يمكن تنضب. يعني حضرتك دي تعتبر تجاره مستدامه، لان انا لو بتاجر في غاز، الغاز له وقت، له زمن، النفط له زمن، كل حاجة لها فترة زمنية، إنما طالما في خط ربط كهربي وأنا بنتج الكهرباء وببيعها هناك، يبقى إذا ما دام عندي الكهرباء موجودة يبقى في استدامة إن أنا أبعت الكهرباء. ده اقتصادياً بتعمل دخل كبير جداً، لأن الدول اللي بتعتمد على إنتاج الكهرباء بتاعتنا إحنا بتوفر لها إمكانية، بتوفر المحطات اللي بتبنيها تعمل بيها كهرباء، فإذا طالما معتمدة على الله ثم على الكهرباء اللي بتجي من عندنا فده اقتصاد داخلي. ده اقتصاديا. سياسيا احنا اليد العليا عليهم في اي حاجة، فبالضبط زي ما حضرتك الدول اللي بتصدر غاز ونفط فهي لها الكلمة الرئيسية في هذا الموضوع. لكن لو تشرح لي فكرة اقتصاديا انه الطاقة الكهربائية بتختلف عن الطاقات الاخرى، زي انا عارف ان حضرتك خبير طبعا في موضوع طاقة الرياح كمان. الطاقة، هو شوف حضرتك، انتاج الطاقة سعرها في الانتاج هو اللي يكسبك قد ايه. بمعنى يعني انا لما بعمل طاقه من الغاز بيوصل سعر الكيلو معايا من 3.5 في مصر، من 3.5 ل 4 سنت للكيلو. بيتباع اكتر، بيتباع بره بيتباع ب 8 على الاقل. يعني في دول في افريقيا بتبيع كيلو كهرباء ب 25 سنت وبتكلف عليها 7-8 سنت. ادي واحد. اتنين، لو انا بس بطلع الكهرباء من الطاقه المتجدده، كيلو الكهرباء مع ال 25 سنه بيقف عليا بسنت، سنت ونص، هنقول 2 سنت بكل التكلفه الجانبيه. يبقى ال 2 سنت واجي ابيعه ب 8 سنت، مش اقل من 8 سنت، ده فرق كبير جدا بالنسبه لي. سواء بقى طاقه متجدده شمسيه او رياح. لو انا بعمل طاقه مائيه عندي بيقف عليا اقل من نص سنت، نقول نص سنت، نقول سنت، فبرضه ببيعه. لو قلت ان انا ببيعه ب 8 فاذا هو ده الفرق اللي انا بجيبه. طاقه مائيه حضرتك تقصد انه توليد الكهرباء من المياه، من زي المياه. السد العالي مثلا، زي السد العالي، وزي عتاق برج الجبل عتاق اللي عندنا احنا بنطلع منه 2.4 جيجا وات. ده يعتبر مصدر صناعي مائي بنطلع منه 2.4 جيجا. فهي دي كلها الفروق الانتاجيه من الكهرباء. ولكن الخط البحري، الكابل البحري اللي طالع لاوروبا، الشرط بتاعهم انه تكون طاقه متجدده. يبقى اذا الطاقه بتاعتنا لو قلنا ب 2 سنت ومش هتبيع لهم ب 8، هتبيع مش اقل من 10-12 سنت، هو ده الفرق، غير ما طلعوا من الغاز. بالاضافه ان انا لو استخدمت طاقه متجدده بوفر انبعاثات ثاني اكسيد كربون. نشوف الفرق. لو انا بستخدم طاقه متجدده، اولا غاز ثاني اكسيد الكربون كل كيلو بيديني 450 جرام او 400 جرام ثاني اكسيد كربون كل كيلو. لو انا استخدمت طاقه متجدده الشمسيه اللي هي الفوتوفولتك بتديني 46 جرام. ادي فرق من 450 ل 400 او من 400 ل 46. لو بستخدم طاقه رياح 12 جرام. لو بستخدم طاقه مائيه 5 جرام. فاذا حتى للبيئه مكسب كبير للبيئه، ويبقى بالتالي للبلد، لانها بتوفر المشاكل الصحيه، بتوفر الفلوس، وبتخلي البني ادم. كان حضرتك بتشرح لي شخصيه مصر الجغرافيه، هذا الموقع المتميز اللي بيسمح لنا نصدر لاوروبا والاسيا والافريقيا لسه اللي جاي، وكمان المكتسبات المصريه من جغرافيه مصر، انه كل هذه الاشكال من الطاقه ممكن نريدها في مصر، دي كلها موجوده في مصر ودي كلها معموله في مصر. لا، واللي جاي كمان ان شاء الله الهيدروجين الاخضر،
مصر اختيرت من الدول الافريقيه شمال افريقيا بالكامل واصبحت هي المميزه لانتاج الهيدروجين الاخضر. كوب 27 احنا كنا جاهزين لكوب 27 من 2014. كان عندنا محطات الطاقه الجديده المتجدده وعندنا الخبره فيها وعندنا الكم الكبير اللي اتعمل في جميع انواعه سواء بقى رياح وميه وشمسيه. ثانيا عندنا المجال بتاعنا اللي بيدينا طاقه الهيدروجين اللي بيميز فيها مصر ان احنا عندنا ساحل البحر الاحمر وساحل البحر الابيض المتوسط دول 3000 كيلو يعني ميه متوفره ومتوفره الطاقه الجديده المتجدده. يبقى اذا الهيدروجين الاخضر بالنسبه لنا هيكون متوفر ولذلك عندنا مذكرات تفاهم اكثر من 22 مذكره تفاهم على مستوى العالم من قبل كوب 27 وعندنا التنفيذ في كوب 27 تم التنفيذ مع الشركه اللي هي النرويجيه اللي بدات ب 100 ميجا والشركه الاماراتيه اللي بدات تعمل الاسمده اللي هتحط فيها الهيدروجين الاخضر وليس الازرق.